تذكر بأنها فتاة مصابة بالصرع وتحمد الله على ما قدر لها. تقول لها 10 سنين تشكو من هذا المرض، والآن تستخدم العلاج، وهذا المرض يكون على هيئة تشنج ويحدث لها إغماء ثم تسقط على الأرض بعد ذلك. تقول أجد نفسي في الإسعاف مكشوفة الشعر والوجه أمام الأطباء، فقلت لوالدتي لما لم تغطي شعري ووجهي، فقالت أنت تنزعينها. والسؤال تقول هل علي إثم في عدم تستري أمام الأطباء وأنا في هذه الحالة من المرض؟ أقول أسأل الله تعالى لها الشفاء العاجل، وأن يثيبها ويأجرها على ما يصيبها من هذه المصيبة. وليس عليها جناح ولا حرج إذا كشفت وجهها حال الصرع، لأنها تكشفه بدون قصد ولا إرادة. وكذلك لو أن الأطباء احتاجوا إلى كشف وجهها بالنظر والعلاج فلا حرج في هذا، ولكن لا بد أن يكون معها محرم بحيث لا يخلو بها الطبيب، أو يكون مع الطبيب رجل آخر أو ممرضة أو ما أشبه هذا. المهم أنه لا يجوز للأطباء أن يخلو الواحد منهم بالمرأة بدون محرم.